صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر القانون رقم 13 لسنة 2021 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي جاء فيه وفق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 3235 دال 29 المؤرخ في الثاني عشر من نوفمبر ل 1974 والمرافقة لهذا القانون